أعياد عيد الميلاد بات مواطن ألماني يعيش في بلدة ستارك وجنوب شرقي ألمانيا حصانا ضخما كالذي يمتطيه سانتا كلوز أو بابا نويل في ليلة عيد الميلاد من أجل توزيع الهدايا كما يروى في الحكايات. ويقول صانع الحصان ويدعى ديدي سانفت إن هذا هو الحصان الأضخم في العالم، واستخدم 6000 مصباح لإنارته. وبمساعدة سلم يصعد السنفت بصحبة حفيده توم الحصان المعدني، ويبلغ طوله نحو 9 أمتار وارتفاعه 8 وعرضه 3 أمتار و36 سنتيمتر. أكبر حصان هزاز في العالم كان بالفعل في إسرائيل حتى مرحلة معينة، لكنه أصغر بمترين، ونحن الاثنان لدينا الكثير من الهدايا والحقائب لحملها، ولهذا كنا بحاجة إلى شيء كبير جدا. وإبداعات مثل أكبر وأطول دراجة في العالم أتاحت لسنفت دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية عدة مرات، واختراعاته يمكن رؤيتها في متحف محلي بمدينة ستاركو. والحصان الهزاز هو فرصة أخرى لسنفت لدخول موسوعة غينيس وفقا لما قاله، وسيقوم سنفت هذا العام بدور سانتا كلوز وسيوزع الهدايا بمساعدة حفيده مستخدما هذا الحصان. رحاب علاء، رويترز.